انا عايز اقول لك يا مستر شكرا ويا رب يبارك لك. انتوا مستر محمد صراحه الامتحان ما خرجش من المذكرات. انا كنت قلقانه خالص من الكلام اللي البنات كان بيقولوه، بس انا عايز اقول لهم يعني ايه، ان هو انتوا ذاكروا واعملوا اللي عليكم وان شاء الله ربنا ما بيضيعش مجهود حد. دي حاجه، وتاني حاجه امشي على الخريطه مظبوطه وما تقعدش تنقل المذكرات كده اي حاجه، يعني فتلاقي الدنيا تمام خالص وراجع مره واتنين. الحمد لله يعني الامتحان ما خرجش من المذكرات، هي كان فيها اسئله لفه شويه بس في البارت الاول وفي البارت الثاني، بس في المجمل انت عارفه هو بيتكلم على ايه. سجل هي بسجل. يا جماعه والله العظيم الدنيا كانت تمام خالص والناس هناك كويسه والامتحان كان تمام الحمد لله، ما خرجش من المذكرات مش دعاوى وحسن ختام وهم جدا. هي بس الاسئله بتبقى جايه بطريقه تانية، بس في المجمل هي الاجابات اللي انتوا عارفينها ماشي. هي كان نعم في اسئله في البارت الاول لفه شويه، بس اهو الدنيا كانت تمام الحمد لله مش زي ما كنا بنسمع يعني. لبنو ما جاليش منها اي حاجه خالص. بصوا انا اروح بس عايزه انام، ان انا ما نمتش حرفيا من ساعه ما حجزت الامتحان، وهبعت لكم كل الاسئله باذن الله اللي افتكرها. والله العظيم اطمنوا يعني القلق والتوتر ده بس يعني هو اللي بيخليك اصلا مرتبكه، انت السؤال عارفاه بس مش من القلق والخوف بقى انت مش عارفه تحلي وكده، بس لما بتهدى والدنيا كمان والوقت كويس جدا وبتراجعي وان شاء الله خير باذن الله، يعني يا رب بس النجاح يعني لينا كلنا يا رب. بصوا انا هحاول اكلمكم اقول لكم كده على الاسئله اللي افتكرها قبل ما انساها يعني واحنا ماشيه كده في الطريق. اول حاجه الصور، جات لي الحقل من الدرجه الاولى، وجات لي اللي هو جهاز الدوبلر اللي هو بريموت سيركيوليشن، وجالي جات لي صوره الفليكشن اللي هي الايد اللي هي ناحيه الجسم دي فليكشن، وجات لي صوره ايه تاني، جات لي اللي هو الارتا ساوند مرتين، مره هتبقى الفول بليدر الفول ومره تانيه اسمه بقى اللي هو الارتا ساوند. جالي السؤال اللي هو بتاع المنظار بتاع فحص العين اسمه ايه، جات لي اللي هو النحله، سؤال النحله انا فلاتك شوك، جالي سؤال النحله، وجات لي التجمعات كلها اللي في الكتاب اللي هي بتاع 900 و600 واللي هو بتاع التجمعات اللي هتبقى 2000 لتر اللي هو ال2 لتر 2000 ملم اللي هو ال2 لتر، وجات لي التجميعه الثانيه برضو اللي هي بتاع 5000 وال4000. جالي السؤال بتاع اللي هي العينه منستريشن، مريضه عندها 2 سنه هي كتب عليها ايه اللي هي منستريشن. جات لي الصور، انا قلت الريدنس، وجات لي الغرف السيبو دي، وانا جالت الغرف الصراحه لما افتحه سختان بقول لكم عليهم. وجالي السؤال بتاع جالي السؤال اللي هو بتاع الحصان اللي هو الاسبيريشن، وجالي السؤال خلص، وجالي السؤال بتاع ال 50 اللي هو التجميعه 150 يبقى هو الشفت يبقى كام يعني هتبقى الاجابه 50 يعني. وجالي السؤال بس انا بس والله يا رب ذكرني اللي هو المعمل اخر العينات، بس مش جايب لك بقى نفس مش جايب نفس الاسئله نفس الاجابات اللي في الكتاب يعني. ولما بنيجي نشيل البنداج هنلبس ايه؟ هنلبس الجلافز. وجالي السؤال بتاع اللي هو الزميل ده اللي هو تبقى الفيدباك، السؤال ده في ميس دعاء. وجالي السؤال برضو وانا مش عارفه السؤال ده معناه ايه، لا مش يعني كان جاي حاجات كتيره كده اللي هو انت بتلبس الاي جوجل النضاره امتى؟ لما في بلاد كونتاكت ولا بلاد كونتاكت ويز سبلاش ولا بلاد بادي فلويد ومش عارفه حاجه تانية كده. جالي التواصل مع مريض اللي هو فقدان السمع ده اللي هو الفيسنج بيشنت. جالي السؤال بتاع اللي هو سحب عينة السي اس اف اللي هو الليفت سايد لاين جد فليكشن للني، بس مش جاي كده، جاي حاجة بس معناها كده. هو جالي في البارت الاول والبارت الثاني نفس السؤال. جالي برضو جالي السؤال ده وانا لسه يعني كنت لسه بس على الصبح، فانا كنت بقول اللي هو لاسك فور هيلب قالوا لا اللي هو تبقى رقم سي. وجالي برضو صوره اللي هو انت بتخلع الجاون ازاي، فطبعا هيكون بعيد عن الشيست. جالي برضو اللي هو السندر والسيرفر والمسج ده ايه اللي هو الفيربال كوميونيكيشن. وجالي السؤال بتاع اللي هو المريض زاد 10 كيلو ده يبقى وانت بتقيس له الضغط اللي هو الانكريز للكاف.
وجالي برضو السؤال اللي هو انت هتلاحظ ايه في العلامات الحيويه دي اللي مش مظبوط، فاللي هو الهاي بلاد بريشر، بس ما كانش جاي لي الهاي بلاد بريشر، كان جاي لي الفيت بلاد بريشر. برضو جالي السؤال بتاع الام اللي بتغير لطفلين، وجالي السؤال بتاع اللي هو السينكوب ده اللي هو الفيتنج اللي هو الاغماء يعني، وجالي برضو سؤال بتاع السيرس بس مش جاي بقى بولي ديبسيا، لا جاي بقى اللي هو ديبسيا، هو اختصار كده يعني، مع اختصار كده صغير خالص كده. جالي سؤال كده حاجه في الجلد كده، بس الاختيارات كانت غريبه وانا اخترتها برضو بالبركه كده، بس برضو مش عارفه افتكرها خالص. جالي السؤال برضو بتاع المريض مش مرتاح في وضع الليستوميا يعني نعمل له ايه، ما كانش جايب الدورسال بس كان جايب اللي هو السينس، لا ده مشاكل في الجلد اللي هو كان جايب حكه في الجلد وحاجه تانية كده، بس مش اللي احنا عارفينها، مش الاختيارات اللي كان جايب بتاع الابورشن والحاجات دي، لا كان اربع اختيارات تاني مش والله ما عارفه افتكرهم حقيقه خالص. بقول لك هو اصلا ما كانش الورقه دي بتجيبي فيه ما بتاخدهوش معاكي وانت طالعه، كل حاجه بتسيبيها. كان جايب السؤال بتاع الانيميا، وكان جايب ان في بنوتة عندها 9 سنين هي مش قادرة تروح الحمام بعد ما عملت الانيم، فانت هتعمل لها ايه؟ بتصيد كومود ولا هتجيب لها مش فاكرة حتى الاختيارات والله. في سؤال تاني برضو كان برضو اللي هي واحدة عاملة عملية في البلفيت الحوض، وهي عايزه تعمل حمام تقريبا، هتستخدم ايه؟ بصوا بقى السؤال بتاع السي بي ار، مش احنا عارفينها ان احنا في العضله من 1.5 انش ل2 انش، هو جاي في الاختيارات في حسن الختام اللي هو من 3.75 ل5 سنتي، لا هو ما كانش جايب كده بقى، هو كان جايب لوحديها كان جايب اللي هو 1.5 انش لوحديها اللي هي 3.75 سنتي، وكان جايب 2.5 انش لوحديها، فانا بصراحه اخترت 2.5 انش، ما اعرفش صح بقى ولا غلط. وكان جايب صورة اللي هو شخص واقف وعليه أرقام كتيرة قوي، 1 و2 و3 اللي هو أماكن البلس، وبيقول لك الشائع في الأضل فين، فكان أكتر حاجة مناسبة اللي هي اللي اخترت البريكيال والريديا، ما أعرفش برضو كانت 4 و5 تقريبا، فبرضو مش عارفة دي صح ولا غلط. كان جايب برضو المريض اللي رمى المعلقة اللي هو الممرضة تكون هادية، وكان جايب اللي هو ازاي تاني المريض وزنه 50 كيلو جرام، وكان جايب اللي هي المريضه اللي صايمه في رمضان، بس ما كانش جايب بقى نفس الاجابه يعني. هو بصوا يعني بصوا ما بيجي في الاسئله كده ويقعد يبدل بقى في الاجابات شويه. جايب برضه سؤال انت بتاكل المريض وحصل له اقتناع تعمل له ايه؟ اللي هو كل في الهيب والهملك مانوفر، لا ما كانش جايب هملك مانوفر، كان جايب اللي هو الابدو من السورت. جايب برضو سؤال يعني السؤال هتقول لي تيلز نيرس ولا تيلز ذا شارج نيرس ولا تيل ذا فيزيكا ولا تيل مش عارفه زي ايه حاجه تاني كده يعني، هو كله تيل تيل تيل. كان جايب سؤال برضو اللي هو هنسحب عينه في الاطفال منين من الهيل، وكان جايب سؤال برضو لما انت تروح تسحب عينه لقيت الطفل اللي هو بتاع اللي انت تعمل اللي هو احنا ندفيها بالبطانية لحد ما تصبح بنكي، لحد ما تصبح لونها بنكي دي يعني. كان جايب برضو سؤال المعمل، المريض غضبان لان المعمل اتأخر في النتيجة، بس برضو كان محاور في الإجابات كده يعني. وكان جايب برضو سؤال بتاع المعمل هيقفل بعد ساعتين او قفل قبل ساعة اللي هو قفل يعني، فهتعمل ايه؟ اللي هو تحط العينة في الفرجيتور. كان جايب سؤال عن الدايدريشن، وكان جايب سؤال عن الوركر والكيان الثلاثيه، بس كان سؤال رخيمين خالص حقيقي مش فاكرهم خالص، ما عارفش عارفه افتكرهم يعني. كان جايب برضو المريض اللي رمى المعلقه اللي هو الممرضه تكون هاديه، وكان جايب اللي هو ازاي تاني المريض وزنه 50 كيلو جرام، وكان جايب اللي هي المريضه اللي صايمه في رمضان، بس ما كانش جايب بقى نفس الاجابه يعني. هو بصوا يعني بصوا ما بيجي في الاسئله كده ويقعد يبدل بقى في الاجابات شويه. جايب برضه سؤال انت بتاكل المريض وحصل له اقتناع تعمل له ايه؟ اللي هو كل في الهيب والهملك مانوفر، لا ما كانش جايب هملك مانوفر، كان جايب اللي هو الابدو من السورت. جايب برضه سؤال
تيل يعني للسؤال، هتقول لي تيل ذا نيرس ولا تيل ذا شارج نيرس ولا تيل ذا فيزيكا ولا تيل مش عارفه زي ايه حاجه تاني كده يعني، هو كله تيل تيل تيل. كان جاي في سؤال برضو اللي هو هنسحب عينه في الاطفال منين من الهيل، وكان جاي في سؤال برضو لما انت تروح تسحب عينه لقيت الطفل اللي هو بتاع اللي انت اللي هو احنا ندفيها بالبطانية لحد ما تصبح بينكي، لحد ما تصبح لونها بينكي دي يعني. كان جايب برضو سؤال المعمل، المريض غضبان لان المعمل اتأخر في النتيجة، بس برضو كان محاور في الإجابات كده يعني. وكان جايب برضو سؤال بتاع المعمل هيقفل بعد ساعتين او قفل قبل ساعة اللي هو قفل يعني، فهتعمل ايه اللي هو تحط العينة في الفريجيتور. جاله يعني سؤال المريض بيسأل هو ان هي زوجته بتيجي تسأل عليه ولا لا، فجاي في الاختيارات ان انا اقول له معرفش او ما شفتهاش تقريبا، ولا اقول له ان هي بتيجي تسأل عليه متأخر. انا جاوبتها دي تقريبا كده. كان جاي موقف برضو طويل عريض كده بس كان رخم يعني، اللي هو انا والله ما فاكر انا حليته ايه حتى والله. كان جاي برضو اللي بيأثر على الوقت على بتاع ده على قياس درجة الحرارة. وسؤال برضو مزدع بيقول ان مريض سكر، لا مش كان بيقول مريض سكر، هو سؤال طويل كده وفي الاخر بيقول لك ان نتيجة المعمل طلع بتاعته ان هو عنده انخفاض في السكر فهتدي له ام التالي، فكانت ان انا ادي له جوس عصير. وفي سؤال تاني برضو ان هو ست كانت مريض برضو ديابيتك ودايخه ومش عارفه ايه وكده برضو، فكنا هندي لها ايه جوز برضو. السؤال ده جاهم في البارت الاول وسؤال ده جاهم في البارت التاني. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟